طريقة ثانية لتحليل الدوائر التزامنية وهي باستخدام Signal Tracing and Time Charts. الطريقة الأولى اللي أخذناها هي باستخدام State Table and State Graph. بهذه الطريقة راح ينطيني Signal مكونة من مجموعة من البيتس حسب اختيار السؤال 0110 إلى آخره. أيضا عندي بروسيجر يجب أن أتبعه من أجل الحصول على النتائج. أول نقطة المفروض assume an initial state of the flip-flops، إذن يجب أن أفرض قيمة ابتدائية للفليب-فلوبس المعطاة بالسؤال. إذا انطاني قيمة ابتدائية أخذه، إذا ما انطاني أفرض أنه القيمة الابتدائية هي 0 0. بعدها for the first input، الانبوت الأول اللي راح أحصل عليه in the given sequence، السيكونس اللي راح ينطيني بالسؤال المفروض أوجد له معادلات الانبوت والاوتبوت الخاصة به. إذا أول نقطة أفرض قيمة ابتدائية، القيمة الابتدائية من عندها أقدر أحصل على معادلات الإدخال والإخراج. بعدها أوجد الـ New State of Flip-Flop States، وهذا ما يحدث إلا بعد الـ Active Clock Age. بعدها أوجد الـ Output الخاص لي هذا الجزء، وأكرر هذا الـ Procedure على مقدار السيكونس المعطاة بالسؤال. قد يكون الكلام نوعا ما مبهم، لكن الكلام يكون واضح جدا أثناء تمثيل حل السؤال. طبعا هذا السؤال مثل ما اعتادينا حله اللي موجود، خلي نشوف احنا شلون نقدر نحل السؤال المطلوب. اريد من عندي ان استخدم التايم تايمينج تشارت فور ذا فولوينج مور ماشين. اذا هنا مباشره هو معترف انه السيركت هي مور ماشين، وحقيقه هي نفسها السيركت اللي اخذناها بالاكزامبل الاول، لكن نريد نستخدمها هالمره باستخدام التايمينج تشارت. Using input sequence، إذن منطيني يعني أنا ليش راح أسميها بالsignal tracing؟ لأن راح ينطيني sequence، هذا السيكونس يجب أن أتبعه مثل ما منطيني بالضبط بالنسبة للسؤال. قايل لي إنه قيمة الـ X هنا هي 1010 وتستمر إلى ما لا نهاية. زين، هل أستمر أنا بحل السؤال أيضا إلى ما لا نهاية؟ أكيد هذا الأمر مو منطقي. بالغالب ناخذ 4 أو خلينا نقول 5 إلى 6 حالات فقط من الـ 1010 حتى تنطيني تحليل كامل للدائرة كحد أقصى. إذن السيركت هي عبارة عن مور ماشين. هنا أنا ما راح أكون أكيد ستيت تيبل أو ستيت جراف، بل راح أحل السؤال كالتالي. أول شيء أنا عندي الانبوت اللي هو الـ X، منطيني إلى سيكونس 1010 وقلنا يستمر إلى ما لا نهاية هذا السيكونس. بعدها عندي البريزنت ستيت. البريزنت ستيت طالما أنا عندي 2 فليب فلوبس، إذا أنا عندي الفليب فلوب الأول نسميه يا أي والثاني بي. هذه هي البريزنت ستيت، الحالة الحالية للسيركت. النيكست ستيت، النيكست ستيت راح احصل بما معناه على الاي بلس والبي بلس، يعني الكاركترستيك ايكويشن لهالتو فليب فلوبس. هاي منين راح احصلها؟ حسب الشكل اللي موجود. اذا انا علي ان احصل الجي اي والكي اي بالنسبه حتى اقدر احصل على الاي بلس، وهنا المفروض احصل على الجي بي والكي بي. بعدها المفروض أكون الأوتبوت المطلوب اللي هنا هو مسمي ليا زت. إذن أنا شنو محتاج؟ محتاج مثل المثال السابق أن أستذكر معادلات الإدخال والإخراج. هسا عندي الجي أي هي إكس والكي أي هي مثل ما قاعد نشوف إكس بي بار، وعندنا الجي بي هي الاكس والكي بي هي الاكس اور ما بين الاكس والاي بار. عندنا الاوتبوت هو البي، استخرجنا الكاركترستيك ايكويشن اللي هي الاي بلس والبي بلس بالسؤال السابق،
إذن أعد المعادلات المطلوبة لغرض حل السؤال. هذه ممكن بالنسبة لهذا السؤال أن تكتبها أو تحتفظ بها لنفسك، فقط تنطينا التيبل اللي موجود أمامنا حاليا. وحاليا المفروض أبدي أشكل هذا التيبل. شلون أبدي أشكله؟ أول خطوة يقول أنه تفرض initial value. initial value هنا هل أنطاني بالسؤال قيمة للinitial value؟ ما ذاكر لي أي معلومة. إذن أنا أفرض أنه الinitial value هي 0 0. حاليا صار عندي قيمة للإكس اللي هي logic 1 وقيمة للبي والأي. أقدر أن أحصل وأعوض بهاي المعادلات حتى أوجد هذه القيم اللي هي الجي كي أي والأي بلاس والجي كي بي والبي بلاس والزد. طبعا بكل بساطة أعوض بمعادلات الإدخال والإخراج حتى أحصل على النيكست ستيت. فهسه حاليا عندنا الجي صب أي هو إكس والإكس قيمته 1، الكي صب أي هو إكس بي بار، الإكس 1 والبي بار يعني 0 راح يقلب إلى 1، فعندي 1 and 1 راح يكون logic 1. أعوض الجي أي والكي أي بالمعادلة هنا المطلوبة حتى أحصل على الأي بلس. طبعا ممكن أن تستخدمها بهذه الطريقة أو ترجعها إلى أصلها، أصلها اللي هو راح يكون جي أي أي بار بلس كي أي بار أي، حتى تكون هنا بعد أسهل بالنسبة إنه. فهنا عندي هذه هي لوجيك راح تكون 1 والأي هي 0 تقلب إلى 1. إذا مباشرة أعرف ماكو داعي أكمل للترم الثاني، أعرف إنه الأي بلس هو قيمته لوجيك 1، مجرد تعويض عادي. نفس الحالة عندي قيمة الإكس والأي والبي موجود، أعوض وأحصل على قيمة الكي و الجي بي. يعني هسه حاليا نجي نعوض بقيمة الجي بي. الجي بي هي أيضا إكس، قيمة الإكس 1، الكي بي هي الإكس قيمته 1 والبي 0 كومبلمنت إلها راح تكون 1، إكس أور لي الوان 1 راح تكون 0. أعوضها بمعادلة البي بلس أحصل على القيمة المطلوبة اللي هي الوان. الزت هي قيمة البي، قيمة البي جيت قيمة البي 0، أنزل القيمة المطلوبة. إذن الخطوة الأولى أنه أفرض initial value للأي والبي، بعدها أنزل معادلات الإدخال والإخراج المطلوبة بالإضافة إلى الكاركترستيك equation، وأعوض أحصل على قيم الجي كي للفليب فلوب الأول والجي كي للفليب فلوب الثاني، وبعدها أحصل على الكاركترستيك إكويجين اللي هي الأي بلس والبي بلس. هسه حاليا صارت عندي هذه قيمة جاهزة، أقدر أن أخذها وأعوضها كنيو ستيت. يعني القيمة الجديدة هي راح تكون 1 1. منين جبتها؟ جبتها من القيمة السابقة، وأعوض بنفس النسق. صار هسه عندنا قيمة الإكس 0 وقيمة الأي والبي 1 1. بعد التعويض أنا راح أعوض مباشرة، وأعتمد عليكم بهذا الموضوع. وإذا عندكم أيضا مشكلة ممكن أن تذكروها إلي بالكلاس. فهنا راح يكون عندي 0 0 وبعد التعويض هذه راح تكون 1، وهنا عندنا 0 0 1. الأوتبوت اللي هو الزت، الزت يساوي لنا البي، والبي هنا أنا عندي قيمتها 1. إذن هسه من أريد أحصل على النيكست ستيت، هذه هي النيكست ستيت 1 1. أنزلها هذه الوان 1 وأستمر بنفس النسق. أعوض بعد التعويض أيضا راح نحصل على قيم معينة، تتأكدون منها، يعني أرجو منكم أن تتأكدون من عدها. حصلت على هذه القيم، أخذ القيم اللي حصلت عليها بالنسبة إلى النيكست ستيت وهي 1 0. قيمة الزت هي نفسها قيمة البي فراح تكون 0، وأعوض. إحنا هنا اتفقنا لوين راح أعوض؟
السيكونس هو ما لا نهاية، راح تستمر السيركت بلوب غير متناهي، لكن احنا ناخذ قلنا 5 حالات أو 6 كحد أقصى لعملية التعويض حتى أبدي أحلل الدائرة. انتبه هنا أنه يريد هو من عندي تايمينج شارت، يعني أنت حاليا لا تزال ما واجد المطلوب، فقط قاعد تكون تيبل من عنده نقدر أن نستنتج التايمينج شارت. هذا التيبل منين حصلناه؟ حصلناه باستخدام السيجنال تريسينج اللي موجودة بالإضافة إلى السيركت اللي موجودة عنده. فهسه حاليا صار واضح عندي عملية التعويض، أقدر أرجع إلى الشرح اللي موجود أمامي. بس أنوه على نقطة، لو أريد نشوف هنا الانبوت 0110، لكن من تجي هسه تقرأ راح تجي تسألني ست ليش هنا بدينا ب1، وين الزيرو اللي موجود؟ عندنا طالما السيركت مالتي هي مور ماشين، فعندي الاوتبوت بالتطبيقات مثل هذا النوع من التطبيقات الانبوت مالته ما راح يكون اكتف الا بعد الكلوك ايج اللي موجوده. زين شنو اقصد بالكلوك ايج اكتف ونوت اكتف؟ هنا هذا الموضوع نوعا ما المفروض ماخذيه بصف اول. انا عندي الفليب فلوب نوعيتين، بوزيتيف فليب فلوب ونيجاتيف فليب فلوب، يعني بغض النظر عن نوعه هو دي تي اس ار جي كي. هسه احنا بهذه السيركت هل هو نيجاتيف ام بوزيتيف؟ ومنين اقدر اعرف انه هسه الفليب فلوب مالتي هو يعني اميزه مباشره نيجاتيف ام بوزيتيف؟ الاحظ الى يعني نظر يكون على الكلوك. الكلوك اذا كانت بهذه السيركل فدليل على انه الدائرة مالتي قاعد تستخدم فليب فلوب من النوع النيجاتيف. نيجاتيف معناته راح يكون عندي فولينج كلوك ايج. زين شنو هالفولينج كلوك ايج هذا؟ يعني من اجي ارسم البلسز اللي راح تتحكم بعمل السيركت مالتي راح تكون بهذا الشكل، ان تكون يعني السهم نازل، يعني الكلوك أنا النبضة، هل نأخذ لنا صفحة من أجي أرسم مجموعة من البلسز، هذه هي البلس، خل أفرضه 1 0 1 0 1 0. هذا الشكل يعني أن يأخذ الليفل كاملة 1 أو 0، هذا ما أسميه فليب فلوب وإنما إلى تسمية ثانية، هذا يسمى باللاتش. أما إذا قاعد أشتغل على الفليب فلوب، فالفليب فلوب يسموه ايج، يعني اللاتش يسمى ليفل والفليب فلوب يسمى بالايج. شنو الايج؟ إنه أنا عندي حافة ما راح أجي آخذ هذه البلس كاملة، وإنما عندي فقط الحافة اللي أما أن يكون بيها رايزنج، يعني حاليا أسميها ب رايزنج كلوك ايج، اي انه الحافة خلينا نقول الصاعدة هذه يمتى؟ من يكون عندي الفليب فلوب مالتي اي نوع كان الكلوك مالته هي بوزيتيف. عد هذه النقطة الا الفليب فلوب راح يشتغل. عندي نوع ثاني ان يكون نسميه فولينج كلوك ايج، يعني الحافة تكون اثناء النزول، يعني بحيث انا ما قاعد اخذ النبضة كاملة وانما اخذها فقط اثناء النزول اذا كان الفليب فلوب وبجميع انواعه هو نيجاتيف، اما اذا كان بوزيتيف فاخذها رايزنج، هذا هو المقصود به. يعني اتصور انه هذا الموضوع اكيد ماخذ بيه بصف اول بتفصيل اكثر. احنا هنا نريده بعد ما شكلت التيبل مالتي المفروض اميز هل الفليب فلوب هو بوزيتيف ام نيجاتيف، حتى من ارسم الكلوك المطلوبه اميز هل هي فولينج ام رايزنج، يعني راح تاثر اكيد بعمليه التصميم. بعد نرجع إلى يعني سؤالكم اللي قد يرد، ليش أنا هنا بديت بالواحد؟ حقيقة دائما إذا كان
البداية، يعني إحنا اللي فرضنا إنه initial value هي 0 0، هل هي فعلا 0 0؟ إذا انطتك output 0 إذا هذه not active، وبالتالي أخذ الأوتبوت اللي بعدها. الأوتبوت اللي بعدها هو اللي راح يحدد لي قيمة السيركت. فلهذا السبب الزيرو اللي تم الحصول عليها بالبداية راح تهمل، وما تبقى هو اللي راح يأخذ من السيركت. فلهذا السبب أنت راح تشوف إنه إحنا عندنا 0 1 1 0 0 1 بهذا الشكل. راح نحذف هذه القيمة وأصعد القيمة الأكتيف اللي هي لوجيك 1. يقول ست لا، أنا أريد أحل بهذا الطريقة نفسها، حلها ماكو مشكلة، لكن يجب أن تحطها على الأقل بين قوسين إشارة إلى أنه أنت فاهم هذه القيمة مهملة، هذه قيمة not active. نرجع هسه إلى timing chart. شلون أقدر أرسم timing chart؟ بكل بساطة، لا تتوقعون أنه العملية صعبة. أنا عندي السيكونس مثل ما قاعد أشوفه 1 0 1 0، رسمنا السيكونس مثل ما هو، هذا اللي هو X. بعدها أرسم الكلوك. الكلوك عرفنا بأنه عند كل قيمة، يعني هذه إذا رسمتها كلها لوجيك 1 أنا ما قاعد أستخدم إفلب إفلب، وإنما قاعد أستخدم معناتها لاتش. شلون أميز بالرسم بالشارتينج بالتايمينج شارت أنه أنا قاعد أستخدم إفلب إفلب؟ راح يكون بهذا الشكل، انه هو راح يكون فعال فقط عند نبضة معينة، تريجرينج معينة، وهي هنا أنا قاعد تكون فولينج كلوك ايج، عند الحافة خلينا نسميها مثلا النازلة. هنا أنا ايضا راح يستمر 0 وعند تحوله من 0 1 او 1 0 الا يشتغل الفليب فلوب. ننطي مجموعة من البلسز على قدر القيم السيكونس اللي اختاريناها. بعدين اجي ارسم الاي. الاي هنا اللي حصلتها من التيبل جيت قيمتها 0 1 1 1 1، تستمر حسب انت جد ما اخذ من سيكونس. فهنا راح اجي ارسم اول قيمة اللي هي 0، بعدها 1 1 1 1 1، انتهي الى 0، بحيث هي عند قيمة الاكس 1 هي 0، عند باقي القيم لقيناها 1. هنا نختصر بالرسم، يعني هو المفروض يرسم البي ومن ثم الزت. قاعد لك طالما انه قيمة الزت مساوية للبي فبعد ماكو داعي ارسم قيمتين، اكتفينا فقط باخذ انه البي مساوية الى الزت واجي ارسمها. شقد قيمة البي؟ قيمة البي هي بالبداية 0، بعدين 1 1 0 0 1، وخلي بالي انه هذه العملية تستمر، لان قاعد يقول لي هو يعني signal tracing. احنا حددنا 5 او 6 قيم حتى احلل السيركت اللي موجودة عندي. هذا هو تحليل الدائرة باستخدام timing chart، لكن ننتبه الى انه هذا التحليل هو باستخدام المور ماشين. المور ماشين شنو اساس الكلام اللي حكينا عنه ببداية المحاضرة؟ قلنا بأنه ما قاعد يتأثر بالإكسترنال أمبوت، فقط العلاقة بالإنترنال أمبوت والبرزنت ستيت اللي هي الأي بي. لهذا السبب قاعد أشوف أنه الحل حاليا هو أبسط، يعني من ناخذ مثال عن المور عن الميرلي ماشين راح نواجه بعض المشاكل أثناء رسم التايمينج تشارت.